الفنانين التشكيليين السودانيين المهمين جدا في تاريخ الفن التشكيلي، ويمكن يكون بعيد عن الأضواء في السودان لأنه اختار منفى اختياري منذ بداية التسعينات في القاهرة حيث يقيم منذ ذلك الوقت، وهو فنان متفرق رغم أنه يعني على عكس كثير من الفنانين التشكيليين لم يدرس في كلية الفنون الجميلة، هو درس تخصص مختلف ولكن يعني احترف الفن التشكيلي في الآخر، ودي من المغامرات في بلد زي بلدنا الناس يحترفوا كفنانين تشكيليين لأنه غد يعني ما يعود عليه بعائد مادي. اختار منذ التسعينات أن يقيم في القاهرة ويتعرف جدا في مصر سواء من الفنانين المصريين والعالميين اللي عندهم علاقة بمصر، لأنه كان بيقيم في معارض فردية ومعارض مشتركة وعرض في كثير من الإتليهات والدور العرض المصرية والعالمية.